لو سقط النظام بال 2011 ما كان أهم شيء بحياتنا هو أرشيف، كان رح يكون المستقبل. ما كنا شفنا البلد بعيون عدسات بعيدة. لو سقط النظام بال 2011 كنا عم نعيش حرية التعبير والديمقراطية. كان في عنا 1000 مجلة و1000 جريدة و1000 راديو وكتير قنوات تلفزيونية. لو سقط النظام بال 2011 يمكن ما نكون تحررنا، بس الأكيد إنه نحن كإعلاميين كان رح يكون عنا صوت، صوتنا رح يكون قوي وعالي مثل حد السيف. لو سقط النظام بال 2011 يمكن ما كنت عملت إلى سما وأنا عم بحترق شوق لحتى أرجع على البلد. كنت عملته وأنا كلي ثقة وأمل إنه اللي جاي مهما كان سيء رح يكون أفضل. لو تنحى بشار الأسد ب 2011، أول شيء ما كنت أنا لاجئ بهولندا، هلا كنت بعدني بسوريا. ما كنت أنا ويعني ومجموعة من زملائي عم نشتغل لتوثيق جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية اللي عم تصير بسجن صيدنايا. يعني ما كنا عم نوصل الليل مع النهار لننقل والله خبر لأب أو أم، أخت، أخ، زوجة، ناطرين خبر عن حدا من عائلتهم أو عن حبيب أو عن قريب مفقود إلهم وما بيعرفوا أي شيء عنه. لو تنحى ب 2011 ببساطة يمكن كنا يعني حولنا سجن صيدنايا لمتحف أو لمكان يعني نحكي فيه للأجيال الجاية قديش في ناس إجت دفعت سنوات من عمرها هون بس لحتى نحن نعيش بحرية وكرامة. لو سقط الأسد بال 2011 بتخيل إنه ممكن أكون عم سجل هذا الفيديو باللغة الكردية بدون ما أفكر إنه خياري اللغوي رح يكون له وصمة سياسية إشكالية. مثلاً بتخيل نظام التعليم بسوريا بيكون متنوع بدل ما يكون منقسم كما هو حالياً. هويتي السورية اللي أخذتها بفضل هاي الثورة فقط كانت اليوم يمكن تكون أكثر تجذراً، أكثر عمقاً ومعترف فيها من قبل الجميع. الحلم كان إنه نعيش ببلد حر متعدد الثقافات واللغات. لو تنحى الأسد بال 2011 ما كنا رح نشوف مدارسنا عم تتحول لمعتقلات ومشافينا لمسالخ وبناياتنا العالي لمراكز قناصة وحدائقنا لمخيمات نازحين. لو تنحى الأسد بال 2011 ما كنا رح نشوف مدن كاملة تدمرت ولا شهدنا عمليات التهجير القسري الجماعي الممنهج اللي فرغت المدن من سكانها وحرمتهم الرجعة على بيوتهم وأراضيهم. ما كنا رح نشوف أحياء كاملة بناياتها لسه واقفة عم تنهد بالجرافات وبالديناميت لتفضي الأرض لمشاريع تطوير عقاري يستفيدوا منها الرأسماليين المحاسيب على حساب أصحاب الأرض وأصحاب الحق. لو تنحى الأسد بال 2011 ما كان رح يكون في مسلحين مسيطرين على مساحات زراعية واسعة وعم يحرموا أهلها يفوتوا على أرضهم ويزرعوها ويحصدوا زرعهم ويستفيدوا من مية بيارهم. ما كنا رح نشوف ناس كثير تصادرت ممتلكاتها بحجة إنهم إرهابيين بس لأنهم هتفوا بيوم بالحرية أو ساعدوا منطقة محتاجة أو عائلة نازحة. كنا رح نكون عايشين ببيوتنا وبين أهلنا وجيراننا وعم نشتغل يمكن على مدن تكون صديقة للبيئة أكثر، تحترم شجرنا وهوانا وميتنا وتحترمنا إلنا وما تستثنينا على اختلاف هوياتنا وانتماءاتنا وطبقاتنا الاجتماعية. بعد 10 سنين من سقوط النظام، اللوحة الأبيض والأسود يلي كان فارض علينا كنا هلأ أنجزنا جزء منيح من تلوينها، وأكيد كنا عم نضيف عليها لسه ألوان وألوان، ما كنا خلصناها أكيد بس كنا عم نضيف عليها لسه ألوان. بعد 10 سنين من سقوط النظام يمكن كان هلأ رح يكون في بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم اسمه قسم مسرح خيال الظل. يمكن كان رح يكون زكي كورديلو اللي اعتقله النظام لأنه كان عم يطالب بالحرية، يمكن كان يكون هلأ هو رئيس هذا القسم، يمكن كان ابنه مهيار كورديلو اللي اعتقله النظام كمان لنفس الأسباب مع أبوه، يمكن كان يكون زميلي هلأ ببروفات مسرحية ولا بتصوير مسلسل أو فيلم من كتابة عدنان زراعي اللي أيضا اعتقل.
يمكن كنا هلأ عم نساوي بروفا جنرال، يمكن يكون بكرة في العرض بمسرح محمد حسن. لو تنحى بشار الأسد عن السلطة كانت حتوصل البرامج التعليمية لكل الأطفال بأبعد الأرياف، ما كان حيكون عنا طفل متسرب خارج مدرسة، وأطفال الاحتياجات الخاصة حيحصلوا على كل شيء بيحتاجوه. كنا هلأ عم نشتغل على تمكين مجتمعنا لحماية أطفاله عن طريق دعم المبادرات اللي بتشتغل بالتعليم بالدعم النفسي، مبادرات محلية لحتى تصير مفاهيم حماية الطفل هي أعراف موجودة بالمجتمع. كان حتكون نقابة المعلمين ومنظمات أهلية وممثلين على الأهالي عم يراقبوا عمل وزارة التربية، عم يراجعوا سياساتها ويشاركوا بصناعة القرار فيها لحتى تصير الشهادة السورية ذات مستوى عالمي، وأطفالنا وشبابنا يبدعوا داخل بلدنا مثل ما هلأ عم نشوفون عم يبدعوا ببلاد المهجر. إنه لو حدث انتقال سياسي حقيقي كنا على القليلة تجنبنا ازدياد العنف الممارس على المرأة، يلي هو لم يعد مقتصر فقط على العنف المجتمعي والأسري، بل تحول إلى عنف جنسي ممنهج استعمل المرأة كأداة حرب وضغط على محيطها وعائلتها، ومن ثم العنف أصبح وسيلة لدفع المرأة ولدفع النساء لمغادرة الفضاء العام والسياسة تحديدا. لو حدث انتقال سياسي حقيقي لكننا اليوم نعمل كنسويات على المستوى الاجتماعي والسياسي لتغيير هذه القوانين التمييزية، وكنا نناضل لهدم الثقافة الأبوية المتجذرة بالمجتمع السوري. كنا قدرنا نشتغل على وقف اضطهاد النساء المرتبط بالطبقة الاجتماعية، بالمستوى التعليم، بالإعاقة، توجه جنسي. لو حدث انتقال سياسي حقيقي يمكن كانت رزان زيتوني وأصدقائها كانوا معنا اليوم عم نتابع سوية نضالنا المشترك من أجل حلم المواطنة بسوريا مدنية ديمقراطية في مجتمع عادل تسوده حقوق الإنسان.